عصب المسام عسى الله مدي طيب ابو مكثر مع الناس روح وارتشاق عمنا عصام الفخران قصايد النشيد والله ان له محطة ومن زل وقدر والله ان له محطة ومن زل وقدر. السلام عليكم مساكم الله بالخير. القصيدة تقول يا زهمني خوي الجنب والله لجيه وقول تبشر يا غالي بالوفا والسعد شاعر ومدح الرفيق اكيد واجب عليه وانا افتخر والقصايد تفتخر به بعد المدح فالطيبين امثالكم نشتهيه والله ما قدم الاعذار عنكم ابد لا بقى تقول الكلام وبلقى تحتميه رجالهم بالمواقف كلها مستعس رجالهم بالمواقف كلها مستعس يا حنان اللزوم وابشروا بي الجواب يا حنان اللقاء وقفتي طول الدهر ما تجي ساعة ويوم والكلام اللي نقوله على وضح النقاء بالفعول وبالمواقف ما هو شعر وعلوم ما نغير نظرة اللي وثق واللي هقى تستحقون المدايح وجزلة القصيد وافتخر قدامكم وتنوم اسطي عمر تستحقون المدايح وجزلة القصيد وافتخر قدامكم وتنوم اسطي عمر ابن عصب المسام ما عسى الله مدي طيب ابو مكثر مع الناس روح وارتشاق عمنا عصام الفخران قصايد النشيد والله ان له محطة ومنزل وقدر والله ان له محطة ومنزل وقدر صاحب الاخلاق والطيب والعلم نقي الله ان يحفظني ويزيد عمود من بعدها مرحبا كل ما قمنا نعيد ودي ارحب بكم كل ما نكتب شطور الحفل بدون ربعي هل الوقفة تعيد والله ان كل ما اشوف ربعي لفتخر اجتمعتم بالمواقف وبالرايا السديد العصيم جا قريب الجزال مشتد من رياجل تنوم استوون عد رصيد وشاد النخل فتن الجماعة كالصقر الطريس عاد فعله ومكته من جديد والصقر دايم تحصل عياله بالوكر والصقر دايم تحصل عياله بالوكر اشهد ان المناسب اخلاف للظلام زيد واشهد ان القرب من صاحب الوقفة فخار ابن عم افتخار فيه فاليوم الشديد لنا عاد كانها السيف في وسط النحر حي راس نعتلي بالظفر شامخ عنيد حي راس يعتلي بالمجالس لا حضر مرحبا بضيوف نظر مدايح والقصيد والقصيده كلها تفتخر بك يا عمر يا عساك تعيش يا عمر بالدنيا سعيد يا عسى التوفيق ذلك على طول العمر يا عسى التوفيق ذلك على طول العمر تستحقون المدايح وجزلة القصيد وافتخر قدامكم وتنوم اسطي عمر تستحقون المدايح وجزلة القصيد وافتخر قدامكم وتنوم اسطي عمر ابن عصام المسام ما عسى عمره مديد طيب ابو مكثر مع الناس روح وارتشاق عمنا عصام الفخران قصايد والنشيد والله ان له محطة ومنزل وقدر والله ان له محطة ومنزل وقدر صاحب الاخلاق والطيب والعلم لقي الله ان يحفظني ويزيد عمود من بعدها مرحبا كل ما قمنا نعيد ودي ارحب بكم كل ما نكتب شطور الحفل بدون ربعي هل الوقفة تعيد والله ان كل ما اشوف ربعي لفتخر اجتمعتم بالمواقف وبالرايا السديد العصيم جا قريب
بالجزال مشتر مقياجد انت نوم مسكون عد رصيد وشات النخل اثنين الجماعة كالصقر اطفر سعاد فعله ومقتاح من جديد والصقر تاج تحصل عياله بالوكر والصقر تاج تحصل عياله بالوكر اشهد ان الناس باخلافنا الطلع نزيد واشهد ان القرب من صاحب الوقفة فخار ابن عمنا افتخار فيه فاليوم الشديد لنا عاد كانها السيف في وسط النحار حي راس يعتلي بالظهر شامخ عنيد حي راس يعتلي بالمجالس لا حضار مرحبا بقلوبنا والمدايح والقصيد والقصيدة كلها تفتخر بك يا عمر يا عساك تعيش يا عمر بالدنيا سعيد يا عسى التوفيق ظالك على طول العمر يا عسى التوفيق ظالك على طول العمر